فريق بيراميدز فاز على فريق بلدية المحلة بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد السويس الجديد في إطار لقاءات الجولة 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز. وبكده عزز فريق بيراميدز صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة، فيما يبقى فريق بلدية المحلة في المركز 16 برصيد 22 نقطة. ولسه مع أخبار الدوري المصري الممتاز، فريق مودرن فيوتشر حقق الفوز على فريق سيراميكا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 26 لبطولة الدوري المصري الممتاز. وكده بيحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة، بينما توقف رصيد فريق سيراميكا عند النقطة 34 محتلاً المركز التاسع. ومن كرة القدم لكرة اليد، المنتخب الوطني لسيدات كرة اليد مواليد 2004 فاز على منتخب تشيلي بنتيجة 26-16 في بداية منافسات بطولة العالم بمقدونيا في النسخة رقم 24 واللي بتقام في الفترة من 19 ل 30 يونيو الجاري. منتخب ألمانيا حقق الفوز على منتخب المجر بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب MHP أرينا ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة أمم أوروبا يورو 2024 لإحجز أصحاب الضيافة أول مقاعد دور الـ16 وثمن نهائي البطولة بعد الوصول للنقطة السادسة من مباراتين. منتخب كرواتيا اتعادل مع منتخب ألبانيا بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعتهم في يورو 2024 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم أوروبا. ونادي ليفربول الإنجليزي قدم مدربه الهولندي الجديد أرني سلوت، واللي تولى المهمة رسمياً خلفاً للمدرب الألماني يورجن كلوب، واللي انتهت رحلته مع النادي بنهاية الموسم المنقضي واللي حقق فيه الريدز كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. كمان فريق لايبزيغ الألماني أعلن بشكل رسمي تمديد عقد مدربه ماركو روزا المدير الفني للفريق لموسم واحد حتى 2026. قاد ماركو روزا لايبزيغ للتتويج بلقب كأس ألمانيا في 2022-2023 ثم كأس السوبر المحلية بعد الفوز على بايرن ميونخ 3-0 في عام 2023. كده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود مرة تانية لمنة وشاذلي لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هالي.